طب المخلص معلش. الحمد لله الحمد لله على التعامل. كنت بقول يعني في رؤيتي انا للحدث، يعني وهي رأي ممكن تكون صح او غلط، ان التفجيرات اللي بتحصل في الكنائس الارثوذكسيه بتكون نتيجه ان السلطه بتحس ان الكنيسه هتبتدي تشكل رأي مستقل ليها او تحذو حذو غير السيناريو المحطوط، فبالتالي بتكون قرصه ودن، او ممكن تكون في وقت من الاوقات باتفاق مع رجال الكهنه نفسهم هي هتطلع عن السيناريو سنه، ان انا هفجر لك كنيسه وبعد كده انت تطلع قول احنا الكنيسه المضطهده وعصر استشهاد وفي العالم سيكون لكم ضيق. هي الاكثر كقصه ودن حكايه اللي هي كاميليا، ان انت عندك ان مش بس الكنيسه اللي بتشتغل باوامر الحكومه، السلفيين حتى بتليفون يلا بينا اطلع. لا بس انا شايف دي فرصه للكنيسه الارثوذكسيه انها بتاخد صفقات على حساب اللي بيتعمل فيها، يعني هي دايما برضو مستفيده في الاخر، في ناس بتروح تقابل ناس ويقعدوا مع بعض على ترابيزه حلوه ويعملوا شوكولاته وبيتزادوا، بتقعد مع اهالي الضحايا وتشوفوا مع ايه مطالبهم، بتقعد مع الكنيسه ويبقى خلاص كده. يعني انت دلوقتي لما واحد مسلم بيموت هل بيروحوا يعزوا شيخ الازهر؟ طب فين التهاجم؟ لا بيتعب مع ابوهم، ما هو الشعب ملغي اصلا. هو مفيش شعب، يعني هو الشعب كله بيتمثل في الكاتدرائي، عزو البابا نفسه. فكره كمان عايز اقول، فكره افيانه الشعب بحاله، ان الشعب يرضى باللي بيحصل ده، واتفق كان اتفاقات او صفقات ان تدير كنايس وناس تموت، بيتقال لهم دايما في العالم سيكون لكم ضيق كثير، ولكن احمل صليبك احمل صليبك. اشمعنى هم الارثوذكس بالذات؟ نفس السؤال قالوا كان اشمعنى الارثوذكس بالذات او المسيحيين المصريين بالذات هو اللي بيحصل فيهم كده، وليه الاضطهاد ده مش على كل المسيحيين في العالم او كده؟ طب البابا اللي جاي طيب، يعني هل نقدر؟ بصوا يا جماعه، كل اللي اتناقش ده عباره عن تفاصيل تفاصيل. المنظومه كامله كالاتي: الأقباط جميعا اتباعوا في صفقة سياسية للمؤسسة الدينية، خد يا بطرك ادي الأقباط بتوعك اتصرف فيهم، واحنا بنديك حل لإيدك تعمل كل حاجة انت عايزها في سبيل ان احنا عايزين أصواتهم بتوجهاتنا، بالإضافة قصاد كده احنا هنحافظ لك على مزاياك، مش هنعرض كنايسك لرقابة إدارية، محدش هيقول لك خزائن الكنيسة او رغم ان صندوق النذور في الكنيسة حسب التوصيف القضاء الاداري مال عام لا يجرؤ حد ان هو يكلم فيه. اذا انت خد الاقباط اعمل فيهم اللي انت عايزه وهنحل ايدك تماما من الموضوع ده، واحنا ليهم اصوات، لينا احنا اصواتهم بس. ابتدت الامور تمشي على المنظور ده من ساعه ما البطرك خرج من الدير بعد مشكله السادات. البطرك السابق كان بيصطدم بالسادات، طبعا على كلامي هيبقى موجز جدا عشان الوقت، كان بيصطدم بالسادات، بعد ما طلع من الدير غير سياسته من سياسه الصدمات الى سياسه الضغط المستمر. النهارده البطرك عنده قطيع، عفوا في اللفظ اللي هستخدمه، في وسط مجتمع. طيب يحافظ ازاي على كتله القطيع ده بحيث ان هو ما يدوبش في المجتمع؟ تبتدي الميديا القبطيه تنتهج نهج طائفي جدا، خش على صوت المسيح الحر، خش على صوت الضلال، خش يخليك في حاله استنفار طائفي على طول. انت في حاجة بتصدك عن مجتمعك انك انت ما تذوبش فيه، وإلا القطيع هيتبدد منه. الأحداث الطائفية بالنسبة له كانت أحداث ممتازة، هتخليه في صدارة المشهد، هتخلي الأقباط يلسقوا في المؤسسة الدينية تاني أكتر بشكل أكبر، واخد بالك؟ هيأكد كلامه، وفي نفس الوقت هو كان دوره الأساسي إن هو يهدي القبط، زي ما حصل بعد ماسبيرو، زي ما حصل بعد احداث الامبابة، زي هو كان دوره اساسي ان هو يهدي القبط. ممكن احداث القديسين تحديدا كمان كان نتيجه الطموح السياسي بتاع البطرك، قال لك ده رد على الطموح السياسي. فهو كان دوره الاساسي ان هو يهدي القبط، يا جماعه لا ما تنتهكوش، ما تاخدوش اي نهج ضد الدولة، انتوا لو حقوق ليكوا حقوق مدنية، فالكنيسة في وضع مفارق شاذ هي اللي هتتولى عملية الدفاع عن حقوق المدنية وحقوق المواطنة.
فبالتالي الاباط كلها بقت بعيب الكنيسه. ده باختصار شديد جدا منظومه مش مجرد اجتماع او حد قبل هنا حد، منظومه كامله ماشيه. وعلى فكره في حاجه تانية، ان المؤسسه العسكريه دلوقتي هتحاول تحافظ على الوضع السياسي المميز للمؤسسه الدينيه. هتحاول تحافظ، انت خد شويه البقر دول واخد بالك انت ازاي، وخليهم ماشيين زي ما هم. عفوا انا اسف للنص، خد دول وبرده الامور تفضل زي ما هي، وبتوجهاتنا هنقول لك تعمل ايه، يروحوا فين، اي صناديق هيقترعوا عليها، اي اصوات لمين. واخد بالك، في العمليه كلها بتبقى متنظمه من اللي في سده الحكم. في الاخر خروج الاقباط النهارده من الكنيسه اصبح صعب جدا، اصبح صعب بعد منظومه حاجه و20 سنه اصبح صعب جدا. مرحليه كتير الكونسبت ذات نفسه، المفاهيم لازم تتغير، الشعب مغير دينيا تماما. كان من ضمن المنظومه دي انه يعلو من قدر رجال الدين من قدر الاكليروس، في نفس الوقت هو بقى ليهم وضع متميز جدا داخل المجتمع القبطي، زائد قدسية، وكأن في رسائل من السماء، تأييد سماوي. احنا معانا التأييد السماوي، انت ازاي تعرض دي؟ ثلاثة مهمة جدا، شيطنة المعارضة. انت يهوذك، انت خايف، واتقالت كتير لبولس رمزي، لجمال اسعد كتير، الشيطنة. وان المعارضة اللي جاية هتبقى شكلها هتبقى باسلوب اشرس كتير من ما انتهجه في السابق. فهي منظومة ازاي يخرج الاقباط. لازم فترة انتقالية بعد رحيل البطرك المنهج ذات نفسه يتغير، والا هنفضل ماشيين كده الى ما شاء الله. في نفس الوقت على الساحة السياسية الاحزاب الموجودة واخد بالك مش قوية الى حد ان هي تكون جاذبة للاقباط. وقت ما كان الحزب المصري الديمقراطي كان بيتاسس كنا بنتكلم يا جماعه تعالوا للقبط، يقول لك ده الحزب بتاع ساويرس. لا مش داخل. ايوه مصر الاحرار. ايه الاحرار؟ اه الكنائس كانت بتجمع استمارات المصير الاحرار. اذا حتى بتوجهاتها الكنيسه كانت حتى عايزه تصيغ نفسها في المرحله الجديده بشكل تاني، هي بتصيغ نفسها في شكل حزب مدني. ساويرس ما هو مكان راجل غير مكلف من المؤسسه الدينيه، انت هتعمل حزب هندعمك هنقف جنبك. بالك هتتكلم انك انت الوجهه الليبراليه، بس هو في الاساس كان صياغه اعاده صياغه للدور السياسي للمؤسسه الدينيه، تشكيل حزب المصريين بالظبط المصريين. وللاسف لعبوها بغباء فوقع الحزب. وقع الحزب وبان قوي، حتى ساويرس اتطفى. حتى ساويرس اتطفى. بس للاسف يعني حتى الاحزاب دلوقتي كلها الموجوده على الساحه برضو الى حد ما ملهاش الكاريزما اللي هي الجذبه اللي هي ممكن تستقطب مثلا عدد من الاقباط ولو حتى نواه او حجر اساس. فلذلك المنظومه دي سيطره الكنيسه على الاقباط، روحوا في الانتخابات، روحوا قولوا كذا، هتفضل قايمه. عايزين نفكر في التوصيات ايه ممكن يتعمل على الخطه. ما انا بقول لك المنهج يتغير، المنهج يتغير، الفكر يتغير، الدم يتغير، خلاص البطرك القديم البطرك مشي، واللي جاي مش عارفين لسه نهجه هيكون ايه، وان كان انا متوقع ان هو هيكون على نفس النهج. لكن الجديد هيفقد هاله القدسيه الكبيره اللي كانت معموله حوالين القديم البابا شنودة، فده هيسهل كتير من انتقاده. هو معروف في كل الانظمه انه انا لما اكون حاكم انا عايز احط المجموعه دي اللي انا شايفها تحت راس واحده عشان اعرف اتعامل مع الراس دي فاسيطر على كل المجموعه دي. ده نظم السياسه دايما موجود. لكن هو تاييدا لكلامك انه كمان الكنيسه جرأت شعبها في نوع من انواع الانسحاب من المجتمع. لا شعوذه، نوع من الشعوذه الروحانيه. هي شعوذه وبرضه غياب. انا النهارده لما ما عنديش ماده اعرضها في مكتبتي غير افلام الشهداء وقصص الشهداء والمعجزين، وبالتالي انا عايش في حلم دموي. هطلع للمجتمع ليه؟ المجتمع وحش، المجتمع بيضطهدني، المجتمع مش طايقني. لا وغير كده حتى البيع والشراء بقى كله جوه الكنيسه، ما بقيت هي مسيطره على المجتمع. هو يعني البطرك كان بيفسر كده على اساس حاجه، بيقول لك
احنا الناس او الرعية لجأت للكنائس بعد سقوط التيار الاسلامي اللي طلعهم السادات. لكن لا، العملية ممنهجة، المسألة ممنهجة، هو منهجه ان هو يستقطب الاحبار يبقوا دولته ورعيته وكأنه هو رئيس دولة وزعيم سياسي مش رئيس ديني. حضرتك اتكلمت ان الاقباط دلوقتي صعب يخرجوا جرأة صورة الكنيسة وان العملية صعبة جدا، يمكن انا شايف العكس يعني. هو الامور تيسرت، اسهل بكتير، الدنيا اسهل بكتير دلوقتي وقعدتنا دي بتثبت كده بتثبت كده. عايز اقولك على حاجة، هي الامور هتتيسر على كده. الدنيا اتفتحت.